voice or voices is to help bring voice to those that don't have the ability to speak for themselves or have been marginalized. وهذا المشروع كان مهمته إنه يوفر جميع السبل اللازمة عشان الأطفال يسمعون صوتهم وإحنا ننقله لكل العالم. The project we do here through ARD Legal Aid and the Voices is in the theme of safe places. It's really nice because we actually get to create a song with two groups of kids. أهم إشي للطفل الموسيقى، أهم عنصر بيفوت جوا جسمه ومشاعره. الفكرة من المشروع كله إنه بدنا إياهم يكتبوا أغنية. بلشنا بإنه بدنا منكم تعطونا كلمات، لما حد يحكي لك أمان إيش الكلمات اللي بتخطر في بالك؟ صار يحكي أنا أشعر وصار روحه، والتاني لا أنا بشعر كذا، وفي وحدة بنت صارت تحكي أنا بأحلامي برسم صديقتي. صار إشي كثير كثير حلو. آخر مرة إجينا حكينا لهم إنه أنتوا كتبتوا هاي الأغنية مش إحنا. إحنا بس زبطناها، عدناها زي ما تقولوا قصقصنا زبطنا. This meaning of where the people came from, refugee, it doesn't matter that there were Jordanians and Syrians and they were working together and they were playing as children, and that maybe this would hopefully, you know, get the adults to realize, hey, it's, you know, if they can do it, why can't we? I thought it was beautiful. You can see it in their eyes as well. It gives them something to think about. Sometimes we notice they're like, gah! And it's quite difficult to keep them calm. شو توقعاتكم من المهرجان؟ مهرجان؟ أنا يعني عم تخيله براسي، عم تخيل إشي كتير حلو، إشي كتير هيك صغير وحلو. أطفال معجوقين، هذا مش حافظ الكلمات، هذاك حافظ الكلمات، هذاك عم يظبط بحاله. بس بعدين وقت الجد لما أروح عندهم جاهز حالك، كلهم بيوقفوا مستقيم. وقت الأغنية ناس عم تطلع عليهم رح يكونوا خايفين، بس بنفس الوقت رح ينسوا. Last night.